فنانة هنا الزاهد منورانا. ميرسي، ربنا يخليكي، ده بنورك. كلمينا النهارده عن تكريمك. انا النهارده بتكرم لتاني مره في وشوشه. كان اخر مره 2019، كان ايام الوايت سيد الشحات، كنت واخده برضو نفس الجائزه، فانا متحمسه جدا ان انا يعني باخدها لتاني مره، وبشكر كل الجمهور. افضل ممثله كوميديه. عايزه اشكر كل اي حد خد من وقته وصوت لي بصراحه. هل لقب ممثله كوميديه بيقلقك؟ جدا، لان انا ما بصنفش نفسي كده خالص، بس الادوار اللي بتيجي هي بتتطلب مني ان اعمل دور، فبيطلع كوميدي ساعات، فانا ببقاش قصدي، بس ده حاجه كويسه ان انا اقدر اعمل كذا، واعمل رومانسي واعمل دراما، يعني حاجات تكوني فنانه متنوعه يعني. ده المطلوب طبعا. طبعا سمعنا انك كنت هتعملي عمل مع الفنان محمد امام. لا، هو كانت اشاعه عشان النمر نجح وكده، فقالوا هنا معاهم في الفيلم، بس هو حقيقي انا مش معاه. طب في عمل قريب بيجمعكم؟ لا، هو انا حاليا بعمل فيلمين بعيدا عن محمد امام. اوكي. بس لكن مش مع محمد، لكن انا بفكر في رمضان. في رمضان، لا انا معتذره عن رمضان عشان مشغوله بعد انا وهي، ما كنتش عايزه اقرر ان انا اعمل تاني مسلسل، لان انا كنت تعبت قوي من المسلسلات، فعايزه اتجه شويه للسينما، فبعمل فيلم دلوقتي مع تامر حسني. حلو قوي. اسمه بحبك او بحبك، على حسب ما هتقريها ايه بقى. اوكي. وبعمل فيلم تاني مع احمد فهمي اسمه مستر اكس. مليون مبروك. ميرسي. ودايما متالقه وناجحه. ميرسي جدا جدا. ميرسي جدا ليكي، نورانا. لا انت نورك. ميرسي.